اليوم غنتناقشوا اعتماد ضرورة تأسيس حزب جديد. النقطة الثانية تصور ديال هذا الحزب، لا المجتمعي ولا التنظيمي، وهما المسائل اللي قدمت في العرض. النقطة الثالثة وهو الخروج بلجينة ستسهر على تكوين اللجنة التحضيرية التي ستمكن في غضون شهرين من توفير الشروط اللازمة لتنظيم مؤتمر تأسيسي. أسماء الحزب، كاين الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي وكاين الحزب الديمقراطي الاشتراكي، هذا اقتراح السكرتارية، ولكن سننصت إلى القاعة إذا كانوا اقتراحات أخرى، ولدينا ثلاثة الأسابيع لتحديد الاسم والرمز. نظن احنا عندنا برنامج واضح، ثلاثة شهور على أقصى تحديد، ثلاثة شهور غضون ثلاثة شهور. احنا ننوي أن يكون المؤتمر آخر أفريل ولا الأسبوع الأول من مايو إن شاء الله. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم، اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.